اليوم بتكلم في برنامج الناقد عن ممثلة سورية تتواجد في الكويت. هذه الممثلة السورية طبعا أول حرف من اسمها نقول ف، وهذا طبعا ف كاسم شهرة، ولكن أول حرف من اسمها الحقيقي ميم. طبعا قامت هذه الفنانة السورية بالنصب على ممثل كويتي شاب مبلغ 1000 دينار كويتي. أول شيء بدي تعلم مبدأ السلف، إن أنا محتاجة 1000 دينار، وأنا كتبت له وصل الأمانة. الوصل الأمانة صورته عندي، أقدر أنزلها إذا الصراحة ما استحت وحست على دمها وراحت قررت إنه يعني تشوف طريقة إنه تدفع للفنان الشاب هذا المبلغ اللي اقترضته منه. طبعا المبلغ هذا هي اقترضته منه من قبل 3 سنوات، قبل 3 سنوات، وكتبت له وصل الأمانة على إنه بتقسطه عليه كل شهر 100 دينار. حلو، المشكلة راحت 3 سنوات وردت 3 سنوات ما دفعت له الـ1000 دينار. انت لو مقسطتها 20 دينار كل شهر كنت خلصت الحين، يعني ايش حق هذا التصرف؟ الا اذا انت عاد قاعد تبحثين يعني عن خروف، يعني تعطينا درس بالحياة انه ما يكسر خاطر اي احد، وان مهما الانسان قال له والله انا محتاج المبلغ الفلاني وانا راح اعطيك ووقع وصل الأمانة. والمشكلة انه هي صارت بينها وبين هذا الفنان الشاب قصة حب على امل اوهمته انه راح يتزوجون، يعني دش الموضوع فيها سالفة زواج ما زواج، وبعدين سحبت عليه لا هو يعني الفنان الشاب هذا لا من فلوسه لا من الزواج لا من قال الله لا من احترام لا من تقدير، سحبت عليه الفنانة السورية وراحت بعد صكتها بلوكات من كل شيء، واتساب انستغرام تويتر كل مكان. عشان شنو؟ عشان لا يقدر يوصل له. انزين محي يوصل له عن طريق المخفر، يعني شنو تنتظرين بعد ذلك؟ يعني اعتقد ان انت وافدة بالكويت، يعني هذه القضايا من هالنوع ترى ممكن تأثر على تجديد اقامتك، فاعتقد المسخرة ما مفروض تطول اكثر من كذي، وان انت اعتقد الزواج مو غصب ولا الحب غصب ولا اي علاقة في الدنيا غصب، دام انت قبلتي في هذا الشيء بالتراضي تحت اي مبدأ، ما تبين زواج ما تبين اي شيء، ما هذا حقك كبنيه، من حقك ترفضين شفتي مثلا غير مناسب حقك. بس اعتقد الشيء اللي مفروض عليك ومن واجباتك يعني المفروض عليك ان انت تعطينا الـ1000 دينار اللي انت اقترضتيها منه، واللي عليها الاساس انت وقعتي له وصل امانه باسمك على انك راح تقسطينه حقه لمده يعني 100 دينار يعني على 10 اشهر كنت بتخلصين. لا زين، انت الحين صار 3 سنوات، فشويه يعني استحي. يعني ادري ان سوريا عندها مشكله سياسيه والوضع مو، بس انت قاعد تشتغلين يا ماما، قاعد تشتغلين في الكويت، فاستحي على دمك وبطلي النصب والاحتيال هذا، وشوفي لك رفع البلوكات وتفاهمي مع الفنان الكويتي اللي انت نصبتي عليه 1000 دينار، وشوفي لك صرفه انك تردينهم حقه، والسلام عليكم.